صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح الأكلات والنكهات الجديدة. اليوم أكلاتنا بسيطة، رح نعمل أرتيشوك المحشي باللحمة والخضار، ورح نعمل مافن البلوبري. ومين ما بيحب مافن البلوبري؟ خلونا نبلش اليوم بالتتبيلة. رح ناخد معلقة كبيرة زيت حطها، ورح ناخد حوالي واحد راس بصل، هاي بدنا نحرك شوي البصلة، حركها لما تبلش تحمر شوي رح نحط حوالي 400 جرام لحمة، ونحرك حتى يبلشوا يستووا منيح. خلينا شوي بدنا يكسبوا اللون الأحمر، ونحاول نفتفتها. منرش معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقتين ملح صغار، ومنحرك. هاي الحشوة كتير زاكية وسهلة، ما بتاخد وقت. والأرضي شوكي أنا بدل ما أغلبك، وإحنا بنعرف كيف إنه هو أخضر بالسوق وبحاجة إنه نسلقه ونقشرهم ونطول اللب، أنا جبت اللي مكبوس جاهز، بإمكانك هذا تشتريه من أي محل أو المفرز زي ما بدك تدوبيه وبتحشيه. هلا رح نشوف، هون اللحمة بلشت تتقلى معنا. لما تبلش تتقلى منيح بالشكل هاد، بدنا نضيف عليها الخضرة اللي هي خضرة السمبوسك. خضرة كتير نكهتها زاكية، وطريقة فرمتها حبيتها، والألوان تبعتها حلوة، بتعطي لون حلو مع الأرضي شوكي غير النكهة. طبعا أنا هون مجهزة التتبيلة المستوية، هيها رح تكون عنا بالشكل هاد. قبل ما نبلش نحشي بدنا نعمل البشاميل. البشاميل أنا زي ما عودتكم دايماً منحط كل إشي على البارد. رح نحط حوالي 2 كوب حليب، كل كوب دايماً بوخد واحد معلقة كبيرة طحين، هون رح نحط معلقتين كبار طحين، ولكل كاسة حليب رح نحط حوالي بس، خليني أطول السكينة، رح نحط حوالي معلقتين صغار زبدة، ونحرك لحديت ما نضمن إنه الطحين داب جوا الحليب، ومنضل نحرك على النار هادية لحديت ما يصير عنا مزيج متجانس بالطريقة هاي. هاي البشاميل، البشاميل أنا مجهزة قبل بوقت، أوكي؟ شوفوا كيف الطريقة وكيف البشاميل بكون بالشكل هاد. هلأ بما أنه أموري أنا مرتبة محضرة، هلأ ببلش أحشي أنا بالأرضي شوكي. الأرضي شوكي باخد أي قطع من هدول وبحط فيها من الحشوة، هيك، وبصفهم بصينية. رح أعمل كمان واحدة لإلك تدخل، عفوا، كمان واحدة، نحشيهم هيك ومنصفهم بالصينية. قبل ما يدخلوا الفرن بدنا نحط عليهم شوية من البشاميل بالشكل هاد، شايفين؟ ممكن انت تغطيه أكثر، هذا حسب الرغبة، ورشة صغيرة من أي جبنة شدر انت بتحبيها على الوجه، وتحطيهم بالفرن حوالي ربع ساعة، وطوليهم سخنين وتقدميهم لأهل البيت. رح أفرجيكي كيف النتيجة. شوفوا هاي رح يتقدموا بهالطريقة الحلوة، وطريقة كتير سهلة وما أخذت منا وقت أبداً. وممكن أنتي تحطي البشاميل زيادة بجنبهم، اللي بيحب يزيد بشاميل إضافي لصحنه. هلأ هون إحنا اليوم بدنا نعمل كعكة البلوبري. كعكة البلوبري كتير الأولاد الصغار بيحبوها، وأنا شخصياً بحبها كتير ومنشتريها كتير من الأسواق. طريقتها كتير سهلة، رح نتعلم كيف نعملها بسهولة، وبدي إياكي تجربيها وتقولي لي شو النتيجة. منحط حوالي نص كوب زبدة الماكينة، نص كوب بالضبط، مع
واحد كوب سكر ومنا نحط عليهم معلقة كبيرة فانيلا. اوكي؟ ومعلقة كبيرة برش ليمون ونتركهم يخفقوا. بدنا يخفقوا حتى يصيروا كريمي. ضلوا يخفقوا. هلا هيك النتيجة هاي أنا اللي وصلت لها هي اللي بدي إياها. عندنا الطحين كوبين من الطحين، بنحط عليهم رشة ملح صغيرة وتنتين معلقة بيكنج باودر. هلا هون بنخلط النواشف مع بعض اللي هو الطحين مع البيكنج باودر، وعندنا حوالي كوب وربع أو لكوبين بلو بيري طازج. إذا ما لقيتي البلو بيري الفريش بإمكانك تجيبي بلو بيري مجمد كمان بزبط. هلا هون عم بخفقوا على البطيء، أنا رح أضيف البيضتين شوي شوي على السكر والزبدة وقوي. هلا احنا هون بدنا نوقفها شوي ونضيف، شوفوا النتيجة كيف بتكون كريمي. بدنا نضيف الطحين والحليب ونرجع نخفق. هاي الطحين شوي شوي، اوكي، مع نص كوب الحليب، اوكي، ونسكرها ونخفق. احنا هون ما بدنا نخفق كتير لانه المافن ما بده خفق كتير، بدنا يكون معنا جامد. شايفين كيف النتيجة؟ العجينة بتكون جامدة، ما تقلقي ابدا، بتنزليها. هلا انا رح افكها وافرجيكي شو بنعمل. هاي العجينة، شوفوا كيف هاي العجينة الطريقة هاي بتكون جامدة. بهذا الوقت بضيف البلوبري التازة عليها وبحرك، شوفوا كيف شوي شوي. خلص ما بدها خفق كتير. أنا هون محضرة القالب الخاص بالكب كيك، حاولت أعمل واحد أو واحد لا، لأني بدي إياهم يكونوا بحجم كبير. إذا ما عندك هذا أو ما بدك تحطي عليه زبدة وطحين بالشكل هذا، تقدري تستعملي الكب كيكس الورقية الجاهزة تحطيهم وتحطي الكب كيك. هلا شوفي هون، تاخدي حوالي معلقة من العجينة وبتعبي فيها الكبس، بس ما يكونوا معبيين كتير لأنه رح ينفش معك. وبنحط بالفرن على درجة حرارة 170 لمدة حوالي 25 دقيقة. والنتيجة هينا منفرجيكم إياها، النتيجة رح تكون عنا بالشكل هاد أحلى مافن بيتي معمول، ورح أعطيكي فكرة كيف ممكن أنت تزينيها. ممكن حبة المافن، عندنا هاي حبة المافن، ممكن نعملها بالشكل هاد أي كريمة جاهزة، وتحطي على الوجه حبات بلوبري وتقدميها للعيلة، أو طريقة تانية إنك تقسميها بالنص. رح أفرجيكي كيف رح نقسمها. شوفوا شوفوا حبات البلوبري جوا، وتحشيها هيك من هون ومن هون كريمة شوي، وبتلزقيهم بالشكل هاد. هاي طريقة تانية، أو من فوق زي الطاقية وبرضو بتزينيها بحبات بلوبري هون. هاي الشكل والنتيجة. إن شاء الله هالوصفات البسيطة تكون عجبتك. راقبينا دايما بأفكار ونكهات جديدة، وأهلا وسهلا فيكم مهان مطبخ. العملاق الأخضر، خضرة طازة بسرعة بتتحضر.